مسميينه الزعيم. انا بالنسبه لي بيعني لي كعيله، احنا كمركز شباب كرندي عيله بالنسبه لنا، يعني خرج شيوخ شباب ناشئين اطفال، بالنسبه لي عشق برضه المخيم. احنا في شعور لا يوصف عندي، احنا لما روحنا من الكاس من سلفيت واهلي حكوا لي ان امك طلعت على الطاوله صارت تنط، يعني يا شعور لا يوصف عندي، انا بالنسبه لي شعور بجنن. طبعا شعورنا بعد تعب لما الفريق لا سمح الله يخسر، بعد تعب يعني احنا كرابطه طبعا يأس مش طبيعي. احنا ما بنتقبل الخساره، دائما بدنا نفوز، مش لان احنا بنحب الخساره، بدنا نفوز دائما. شعور طالب توجيهي نفس الشعور. احنا اسسنا الرابطه في 2018 بناء على توجهات من الاداره لنا، احنا بنحب المركز، بنشتغل مع المركز من زمان من واحنا صغار، تمام؟ وكان في رابط ثانيه قبلنا، قبل ما ناسس الرابطه في 2018 توجهنا الاداره توجهت معنا وتواصلنا مع بعض عشان نشكل رابطه وتكون تكمله للروابط السابقه. علمك يعني في النوادي في الانتخابات بصير مثلا كل كم من سنه بصير انتخابات لهي الشغل، واسسنا الرابطه الحمد لله ومشينا. طبعا احنا ابرز المهمات اللي بنقوم فيها بالمدرج هي حشد الجماهير، الاهازيج اللي بنسويها بنخلي الجمهور كله يتفاعل معنا ولنطلع المركز باحلى صوره. يعني احنا كرابطه يعني انا كمسؤول تشجيع بنطرح بعض النقاط في الرابطه عندنا، بندمج اكثر من عنصر بين الجمهور للحد من هاي الاعمال العنف. يعني ما احنا يعني لو نوصل الصوره الحلوه والسليمه عندنا كمخيم بنحد يعني من اكثر ما نقدر نحد في هذا الموضوع يعني بنشتغل عليه. الروح اللي بتدعم مش احنا اللي بندعم، الهتافات تاعتنا، كيف انت بتعطي المحبه، كيف التشجيع بيكون قوي، هو هذا كل شيء بيساعد انه هم يعطيهم طاقه اكثر. هلا دورنا كاعلام وكشباب يعني كرابطه بشكل عام كان لنا دور كبير بهذا الموضوع تحديدا. كان في ممكن تصير مناوشات، انت بتعرفي ممكن تصير مناوشات هيك بين الجماهير او بين اللعيبه والجمهور الا ما تصير في هيك الملاعب. هلا احنا حاولنا قدر الامكان ان نخفف هاي الشغلات، والحمد لله قدرنا نخففها من خلال الارشادات اللي كنا نسويها على مواقع التواصل الاجتماعي، الارشادات اللي كنا نقوم فيها مع الشباب، دورنا مع التواصل مع المركز، إدارة المركز والناس المسؤولة أو الجهات المسؤولة في المخيم إنها تتواصل مع هاي الفئة إنه تحاول إنها تخفف هاي، لأنه هذا الكل راح ينعكس علينا ضرر بالمستقبل وخلال الموسم، إنه هاي يعني كثير أندية اتعرضت لهاي المسائلة القانونية يعني وتغلبوا فيها. أول إشي بنحكي مع الشخص نفسه، إذا يعني ما زبط معه أو شيء بنقوم بالتوجه للإدارة عندنا الهيئة الإدارية، طبعا بكون الشباب موجودين، وفي حال لا سمح الله زادت الأمور عن حدها نتجه للأمن العام. كرة السلة كان مهمش يعني على الآخر، يعني الدوري السلوي قبل ما تتأسس رابطة كلنديا كان مهمش، كنا إحنا 4-5 نروح نحضر مع كلنديا قبل الإدارة الجديدة وقبل كل شيء، ما كنا نشوف جماهير وما كنا نشوف شيء. شكلنا الرابطة وطلعنا بالرابطة وعملنا علاقات مع الأندية وصار في روابط أندية ثانية تحشي الجماهير، يعني مع احترامنا للأندية القديمة في البطولات وفي الدوريات زي هيك. بالنسبة للجمهور احنا كفريق كلنديا وكرابطة مشجعين احنا اللاعب السادس قصنص في لعبة السلة،
يعني غير كرة القدم. احنا اللاعب السادس او اللاعب اللي هو اللي دائما زيادة عن اللعيبة خلال من كرة القدم او من كرة سلة، يعني لانه التشجيع دائما بيعطي المعنوية للاعبين. كانت هاي في البداية لما انا بلشت كان في انتقاد انه بنت موجودة ومن هذا القصص، بس بعدين البنات اللي كانوا يحبوا هاي الشغلة صاروا تشجعوا، هاي في اليوم بنت، بكرة صاروا تنتين، بعده صاروا أكتر، لحد ما كل واحدة صارت تحب إنها تشجع كانت تيجي على الملعب. طبعاً إحنا منقوم كرابطة في عقد اجتماعات مثلاً قبل المباراة مثلاً 3-4 أيام، أنا كمسؤول تشجيع بحكي عن حالي، بعمل كلمات وبقوم تلحينها ومنقدمها على مجموعات التواصل الاجتماعي ليحفظوها الجمهور ومنقدمها في المباراة. بالنسبة إحنا كجمهور مخيم كلانديا أبرز اليافطات اللي بنرفعها اللي هي علم فلسطين إحنا بالنسبة لنا، وصور الشهداء الموجودين، وهيك بنثبت للعالم إنه الرياضة الفلسطينية موجودة رغم العدوان والاحتلال الغاشم. ممكن دعم ما يكون دعم كبير، بس الدعم بيكون معنوي للبنات أكتر، لأنه الباسكت ما بيقتصر بس على الأولاد، فلازم كل واحد بحب إشي يعمله سواء كان بنت أو ولد، فهذا كان مهم إلي أكتر من يكون مهم لحد تاني. الكبير اللي بنعتمد عليه مسؤولين التشجيع، لأن هم مسؤولين التشجيع، هم اللي بيعكسوا الصورة للجمهور الخارجي أو الداخل كمان. يعني إحنا بتواصلوا معنا جمهور من الأردن، من لبنان، من سوريا، تواصلوا معنا أهالي اللعيبة اللي متواجدين بالمغتربين اللي برا، أهالي اللعيبة أجانب، يعني كانوا متواصلين معنا باستمرار. يعني أغلب اللعيبة الأجانب اللي لعبوا عنا في صفوف المركز أو في الأندية بشكل عام كان يتواصل مع صفحة الرابط عشان يحضروا المباريات اللي بتصير. هلأ هاي كمان المسؤولية التشجيع إنه بالأهازيج بالأمور بالضبط اللي بيصير عليه، طبعاً أكيد أهالي مش رح يبعتوا أولادهم على مكان مش عارفين شو هو، فطبعاً خلال التصوير والإعلام واللي إحنا بننشر الفيديوهات الكل بيبعت أولادهم وبأمان، يعني حتى لو كانت مسافات بعيدة. يعني إحنا طلعنا مسافات على الخليل، رحنا على بيت لحم، على سلفيد، على جنين، وين ما كان رحنا والحمد لله والجمهور كان معنا ورانا. احنا على تواصل دائم، يعني كرابطة مع الإدارة او مع المسؤولين الرابطة في النادي للتجهيز لكل الامور اللي بدنا نشتغل فيها في مثلا في الموسم القادم او في المباراة القادمة، واحنا بناخذ التعليمات وكل التفاصيل هاي من الإدارة واحنا بنمشي عليها. احنا حلقة تواصل ما بين الجمهور والإدارة. دورنا بقوم انه بنرفع معنويات اللعيبه في حال انه كانت في خساره لا سمح الله او فوز، يعني بنرفع معنوياتهم بكل الاحوال، او في حال اصابه لاعب لا سمح الله كمان بنرفع معنوياته من خلال البوستات اللي بنشرات اللي بننزلها، دعم فيديوهات، نتواصل كمان معهم، بنحاول كمان اذا كان في امكانيه انه نطلع عندهم نزورهم بنروح. يعني اللاعبين جوا الملعب او على السريع، يعني في حال اي خلل او اي شيء او انه فريقنا رايح لخساره او لا شيء، فبتلاقي اللاعب لحاله صار يطلع على الجمهور ويشجع عشان احنا نعطيه التشجيع.
هلا احنا بصراحه الجمهور عندنا متعود مش خساره، دائما لازم نفوز. فلو في اوقات الخساره يعني نحاول نهديهم شوي، نحكي معهم، نطيب عليهم زي ما بيحكوا، يعني حتى نخفف هذا التوتر الموجود عندهم. في كثير قصص صارت او حالات صارت، حاولنا قدر الامكان نخفف والحمد لله قدرنا من هذا الشيء. احنا ان شاء الله بالنسبه لنا راح نقدم هزيج جديده وتشجيع جديد. طبعا بدنا نكون طبعا حاليا بعقد اكيد مع الهيئه الاداريه الجديده ونقدم شو اللي عندنا ونمشي على خطه معينه ان شاء الله ننجح فيها الدوري او التشجيع. 42 لفريق قلنديا، فارق 5 نقاط حاليا و3 دقائق 14 ثانيه. يا عيني مين انت؟ مين هذا؟ أدهم عبد القادر. يعني شو اللي نقدر نستطيع راح نقدمه للمركز وللإدارة وللفريق بشكل عام؟ خططنا إن شاء الله تكون نكثف أمور الحد من العنف وظاهرة التدخين في الملاعب. إحنا هاي أخذناها الخطوة الموسم السابق وكل الأندية يعني مشيت معنا على الموضوع ونشرناها والحمد لله نجحنا فيها. يعني قدرنا نحد بقدر الإمكان حتى في مباريات مركز شباب كلانديا قدر الإمكان حاولنا نخفف هاي الظاهرة والحمد لله نجحنا فيها والكل يعني كان مبسوط من هاي الحملة اللي قمنا فيها وإن شاء الله كمان نمشي عليها ونطور الأمور اللي راح نمشي عليها الموسم القادم. كل واحد بيطمح بإشي أو بحب إشي لازم يعمله، لأنه في كتير بنات بحبوا يكونوا يشجعوا أو بحبوا رياضة معينة ما بقدروا يعملوها، فبالعكس لازم يكون وجودهم هاد دعم لهم قبل ما يكون داعم للفريق نفسه اللي إحنا بنشجعه. في بطل الدوري الفلسطيني لموسم 2019، ألف مبروك لجمهور قلنجة، ألف مبروك لنادي قلنجة، بطل الدوري للقب الثاني على التوالي موسم 2018 والآن موسم 2019، قلنجة بطل البطولة، قلنجة صاحب اللقب، قلنجة صاحب التتويج، قلنجة يحتفل ينتصرون.